بص سر القمر اللي ماشي هناك ده قمر بجد. طب كلمة، طيب استني بس. الله قمر. عم ملاك يا جماعة، الأسانسير وقف، حد يفتح لي. عفوا رصيدك الحالي لا يكفي. الكارت خلصان. الو، ايوه مين؟ سهام، انت مين؟ انت اللي مين؟ 012-323-6290. الرقم غلط. الو، انا عايز سهام. ألو؟ من فضلك، عايز سهام من فضلك. ايوه مين؟ سهام، انت مين؟ انت اللي طالب، انت عايز مين؟ عايز سهام. ما قلت لك مفيش حد بالاسم ده. ولا حد جنبك اسمه سهام؟ لا مفيش حد اسمه سهام. طب انتي متأكدة ان مفيش حد اسمه سهام؟ من فضلك اقفل بقى عشان خلاص انا زهقت. يعني في ايه؟ انت عايز ايه؟ لو سمحت اقفل عشان انا في مشكلة دلوقتي، مش فاضية للهزار اللهبل اللي انت فيه ده. ايه يا ستي مالك قافشة عليا كده؟ دي بالراحة عليا شوية. استغفر الله العظيم يا رب. اللهم صل على النبي. وكمان طب انا بقى اللي هقفل في وشك. الو، ايوه، وبعدين معاك؟ يعني مش فاهمه انا. معلش عايز اعرف مالك، يعني في ايه عندك؟ ايه يا ابني، انا مش فاضيه المعاكسات السخيفه دي. حرام عليك، انا في مشكله كبيره جدا، سيبني في حالي بقى. مشكله ايه؟ انت مالك؟ انت مشكله وخلاص، هتساعدني ازاي يعني؟ طب انا دلوقتي محبوسه في اسانسير ومش عارفه اطلع. يا سلام، في 30 شارع فؤاد. ايه ده، العمارات اللي هناك قديمه قوي، معقولة أسانسير؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. حاسس إن هي اشتغالة. طب خلاص ممكن تقفل؟ الو، وبعدين معاك يا ابني؟ في ايه يعني؟ في الدور الخامس. طيب انا ممكن اعرف اسمك؟ هيفرق معاك ايه اسمي يعني؟ لا يفرق كتير. يا سلام. امال ايه اسمك؟ ايه بقى؟ اسمي شيماء. لا بس ده مش اسمك الحقيقي. والله العظيم اسمي شيماء. طب شيماء، ممكن اعرف شكلك ايه؟ شكلي ايه؟ مش انت برضه واقفة في مكان ومخنوقة فيه؟ ايوه. يعني محتاجة اللي يساعدك؟ ايوه. وانا محتاجة اللي تساعدني. اساعدك في ايه ان شاء الله؟ يعني بس لو تدوس في لي شكلك انا ممكن اقدر اساعدك. عادي يعني، زي كل بني ادمين. سمرة؟ لا. قمحية؟ لا. طب اقول لك على حاجة، اصحابك بيقولوا عليكي حلوة. انا بيضة. الو، الو، ايوه، الو، انا بقول صوتك حلو قوي. صوتي؟ طيب ما توصفيلي شكلك بالمره.
هيفرق معاك ايه شكلي؟ يعني شكلي عادي، يعني واحدة عادية يعني. الحقيقة يعني انا حاسس من ساعة ما سمعت صوتك وانا حاسس ان انا مش على بعضي. يا سلام. طب لما بتمشي في الشارع بتتعكسي؟ ما هو الولاد اساسا ما وراهمش حاجة غير ان هم يعكسوا اصلا. تبقى اكيد زي القمر. الو 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 الو، الو الو. ايوه يا شيماء. ايوه انت كل ده ما جيتش؟ ما انا في السكه اهو. انت لابسه ايه؟ لابسه ايه؟ عادي يعني زي ما الناس بتلبس يعني. عادي يعني ايه لابسه ايه؟ قولي لي. يعني بنطلون وبلوزه. انت هتقل ادبك بقى شكلك. لا 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 لا، مش قله ادب، بس عشان اقدر اتخيل يعني. انت مش برضو في 30 شارع فؤاد؟ ايوه. طيب انا بيني وبينك شارع واحد بس. طب من فضلك لو سمحت، لو سمحت بجد انا محتاجه حد يجي يطلعني من الاسانسير لاني حاسه اني هتخنق. طب انت اسمك ايه؟ طب يا سامح لو سمحت ممكن تيجي تطلعني من الاسانسير؟ عادي يعني جسم عادي يعني. اقول لك عامل ازاي؟ انا بيضه وعينيا خضر. اضحك عليك زي بيضه ساره. نفسي اطلع من الاسانسير، حرام عليك. يا سلام. طيب اهو حطيت الموبايل على قلبي. طب بس طلعني من الاسانسير. المهم اطلع من الاسانسير. هو انت ساكن جنب شارع فؤاد؟ هقابلك ازاي يعني؟ هقول لك متشكره. طب انت شكلك عامل ازاي؟ يعني شبه مين الممثلين كده؟ يعني عينيك حلو. في الدور الخامس. هقول لك شكرا. ليه؟ نعم؟ ما اعرفش. ايه؟ في الاسانسير. اه طبعا لازم تبقى جوزي. يا سلام. طيب رق الحبيب ووعدني وكان له مدة غايب عني. تارت تارت تم تم تم. صعب علي أنا متير رارارام. لحسن أشوف في المنام غير اللي يتمنى قلبي تير رارارام. بس بقى خلاص. معرفش معرفش. حاسه اني مخنوقه عشان محبوسه في الاسانسير يعني شويه. يا سلام. لا والنبي افتح لي بقى والنبي. انا اخري في البيت 9:30، اتفرج على التلفزيون شويه، استناهم لغايه لما يناموا، وبعدين اروح عامله كوبايه شاي
واقعد في البلكونه اسمع الكاسيت واتفرج على الدنيا وهي فاضيه. الو الخط هيقطع يا شيماء. الو الكارت قرب يخلص يا شيماء. الو 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 طب انت رقم تليفونك كام؟ الو الو